واتكلمنا عن الأطباق المستخدمة في موجات الميكرويف، واتكلمنا عن أطباق هوائي البوك، واتكلمنا عن أطباق هوائي الدش الطبق، واتكلمنا عن المميزات والعيوب لكل نوع، وكان فاضل لنا نوع أخير وهو هوائي كيسنجر. طبعا احنا اتكلمنا عن أنواع الهوائيات، وكده يبقى عندنا 3 أنواع هوائيات: هوائي البوك، وهوائي الطبق اللي هو الدش، وهوائي كيسنجر. النهاردة هنتكلم عن هوائي كيسنجر، وهنشوف ايه المميزات بتاعته وفكرة عمله والمدى الترددي بتاعه قد ايه والكسب بتاعه قد ايه. فنيجي مع بعض نشوف دلوقتي، نتكلم عن هوائي كيسنجر. اول حاجة معانا هوائي كيسنجر، الهوائي من الهوائيات الطبقية، الا انها يمتاز باستخدام عاكسين. يعني الميزة اللي في الهوائي دوت زي ما هنشوف دلوقتي ان هو بيستخدم عاكسين وليس عاكس واحد زي هوائي الطبق، ويوضع العاكس الثانوي المحدب امام المغذي البوك ليعكس الموجات العاكس على العاكس الطبقي الرئيسي. طب تعالوا نشوف الكلام ده يعني ايه. الرسمة معانا، لو بصيت على الرسمة هتلاقي ان عندنا 2 عاكس وليس عاكس واحد. يعني في الهوائي الطبقي العادي كان بيكون فيه عاكس وحيد اللي هو موجود في الجزء العلوي، ولكن لو لاحظنا هنلاقي ان فيه عاكس ثانوي كمان موجود في الجزء السفلي في الطبق اهو. ودوت الاختلاف الاساسي ما بين هوائي الطبق وهوائي كاسجرين، ان دوت بيكون فيه عاكس اساسي وعاكس ثانوي. طيب ده بيعمل لي ايه؟ بيعلي لي المدى الترددي. يبقى انا عندي العاكس الرئيسي وعندي العاكس الثانوي، ودي دليل الموجة زي ما قلنا ان هو بينزل على الطبق المحدب بتاعنا في نقطة معينة اللي هي مركز الطبق ويبتدي يشتغل عليه. طيب الهوائي بتاعي دوت اهم حاجة لازم اعرفها فيه ان هو ليه عاكس اساسي وعاكس ثانوي. طيب نيجي نشوف دلوقتي الهوائي بتاعي، النطاق الترددي بتاعه عبارة عن ايه؟ من 1 لـ10 جيجا هرتز، من 1 لـ10 جيجا هرتز، ده النطاق الترددي اللي هو للهوائي. طب الكسب بتاعه، الكسب بتاعه كسب عالي حتى 40 ديسيبل، حتى 40 ديسيبل، ويعتمد طبعا على قطر الطبق. طبعا احنا قلنا الملحوظة ديت في هوائي الطبق، ان برضو قلنا ان الكسب بتاعه بيصل لـ20 ديسيبل، واعتمادا برضو على قطر الطبق. وقطر الطبق قلنا ان هو 70 90 120 240 متر 80، حسب قطر الطبق الاساسي بتاعي. فاذا النطاق الترددي لهوائي كيسنجر هو من 1 لـ10 جيجا هرتز، الكسب يصل الى 40 ديسيبل اعتمادا على قطر الطبق المستخدم. دوت بالنسبه لهوائي كيسنجر. طيب خصائص الهوائي، يستخدم في المحطات الأرضية للأقمار الصناعية. ودوت لو انت حضرتك رحت أي محطة أرضية زي محطة المعادي هتلاقي ان فعلا الهوائيات دي بتستخدم فيها بكثرة، لأن هي المدى بتاعها مدى كبير ومعامل الكسب بتاعها معامل كبير جدا. يبقى أول استخدام ليه هو ايه؟ يستخدم في المحطات الأرضية للاتصال مع الأقمار الصناعية. احنا بس عاوز حابين ان احنا طبعا احنا ختمنا كده موجات الميكروويف في حلقتين، فحابب ان انا هديكوا بعض الاسئله اللي هي ان شاء الله نجاوبها ونتناقش فيها مع بعض من خلال قناه اليوتيوب وتعليقاتكم ان شاء الله اسفل الفيديو السابق. فالاسئله اللي احنا قلنا نكتبها مع بعضنا: اذكر مزايا وعيوب انظمه الاتصال الميكروويف. اذكر مزايا وعيوب انظمه اتصال الميكروويف. وزي ما احنا قلنا ان الميكروويف ليه مميزات كانت قويه جدا، بس برضو كان عنده عيوب قويه جدا. وزي ما هنقول هنتغلب على العيوب دي في ايه؟ في الحلقه دي ان شاء الله. اشرح مستعينا بالمخطط الصندوقي مكونات جهاز استقبال ميكروويف تماثلي. يبقى السؤال الثاني: اشرح مستعينا بالمخطط الصندوقي مكونات جهاز استقبال ميكروويف تماثلي. السؤال الثالث: ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند تصميم شبكات اتصال الميكروويف؟ ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند تصميم شبكات اتصال الميكروويف؟ السؤال اللي بعد كده: قارن بين انواع هوائيات الميكروويف من حيث المدى الترددي، الكسب، الاستخدام. وده اللي احنا كنا ختمنا بيه، قلنا ان هي الهوائيات عباره عن
الهواء البوك وهواء الطبق وهواء كيسنجر. دلوقتي هنتكلم بقى عن اهم حاجة كنا اتكلمنا فيها قبل كده، وهي ان احنا ليه بنلجأ ان احنا نحدث الشغل بتاعنا، او ان احنا اتكلمنا ان احنا كان عندنا تعديل ترددي وبعد كده بقى عندنا تعديل اتساع، وتعديل اتساع بعد كده تعديل ترددي، وبعد كده دخلنا على الموجات المايكروويف ولقينا ان الموجات المايكروويف ابتدت تغطي لنا مساحات كبيرة جدا من ما كناش بنقدر نغطيها الاول. ولكن قابلتنا مشاكل، لو انتم فاكرين في موجات المايكروويف ان لازم يكون ما بين المرسل والمستقبل اهم حاجة موجود ايه؟ خط رؤية. وخط الرؤية دوت كان بيقابلني فيه مشاكل كبيرة جدا ما بين المرسل والمستقبل، ان انا لو ما بين خط الرؤية ده في جبل كان لا مش هقدر احقق خط الرؤية. طيب كان في مثلا ابراج مش هقدر احقق خط الرؤية. اذا كان عندي مشاكل في موجات المايكروويف في حتة تحقيق خط الرؤية، وكنا بنحلها بان احنا بنحط ايه؟ محطة تقوية في النص زي ما احنا قلنا قبل كده. ولكن برضو موجات المايكروويف كانت برضو بتغطي لي مساحات كبيرة، ولكن برضو مساحات محدودة، يعني خلال داخل الدول. وده اللي خلانا نلجأ بقى للي احنا هنتكلم فيه النهاردة، وهو الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية يا جماعة ابتدينا نفكر فيها عشان نحل مشاكل اللي قابلتنا في كل الأنواع اللي احنا خدناها على مدار الباب الأول وجزء من الباب الثاني. الأقمار الصناعية ابتدت تحل لي حتة جزء اللي هو موضوع خط الرؤية، موضوع الارتفاعات، لأن كده كده القمر الصناعي هو خارج المجال الجوي، فإذا موضوع إن في ارتفاعات مش مفيش حاجة تبقى يعني أعلى من 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 القمر الصناعي. ابتدى ما يتأثرش بالعوامل الجوية زي ما كان بتتأثر بيها موجات المايكروويف، فبرضه دوت ابتدى يديني ميزة جديدة. أهم ميزة ابتدى يداني إن هو بيعابر للدول، بقت المحطات التلفزيونية والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بتعبر للدول، يعني أنا دلوقتي أقدر إن أنا أتفرج على القناة المصرية وأنا في السعودية، أنا في الإمارات، في أي دولة من الدول، مش مرتبط إن أنا أتفرج على القنوات المصرية وأنا داخل مصر. فبقيت الأقمار الصناعية عملت عملية إيه؟ تواصل للشعوب، ابتدت الشعوب تعرف ثقافة بعضها، ابتدت الشعوب تعرف قنوات بعضها، فابتدى ان هو يعمل لي الكلام دوت زي ما احنا هنشوف. فتعالوا نشوف دلوقتي ايه فكرة الاقمار الصناعية وايه التفاصيل بتاعتها مع بعض. فكرة عمل الاقمار الصناعية، طبعا فكرة عمل الاقمار الصناعية في الاتصالات هي انها تعمل كمحطة ايه؟ فضائية وسيطة بين المرسل والمستقبل على الارض، زي ما احنا قلنا بالظبط. هي بتبتدي تاخد ما بين المرسل والمستقبل، تاخد الاشاره بتاعتي وتشتغل عليها. تحتوي الاقمار الصناعيه على هوات استقبال تستقبل الاشارات المرسله من المحطه الارضيه وتقوم بتكبيرها في مكبرات موجوده بالقمر الصناعي. يبقى هي اول حاجه بتاخد الاشاره من المحطه الارضيه اللي بيتم بثها، وبعد كده تبتدي ايه؟ تكبرها بمكبرات موجودة داخل القمر الصناعي. يبقى اول حاجة لازم نبقى عارفينها ان الاقمار الصناعية تحتوي على هوايات ايه؟ استقبال. خلي بالكم مش هوايات ارسال بس، لان في ناس بتعتقد ان الاقمار الصناعية هي وسيلة بس فقط، لا هي وسيلة استقبال وبس، لان هي بتاخد الاشارة من المحطة الارضية اللي موجودة داخل المكان اللي هي بتبس منه، على سبيل المثال مصر، وتبتدي تعمل لها تقوية لبسها بقى مصر داخل مصر او خارج الدول الاخرى زي ما احنا اتكلمنا. يبقى اذا الاقمار الصناعيه يوجد بها هوائيات استقبال تقوم باستقبال الايه؟ الاشاره من المحطه الايه؟ الارضيه. يعني المحطه الارضيه ابتدت تبث الاشاره للقمر الصناعي، والقمر الصناعي يبتدي يعمل لها عمليه ايه؟ عمليه تكبير لاعاده بثها مره اخرى بمسافات ايه؟ بعيده. يبقى اذا انا ابتديت عايز اعمل اعاده بس، يبقى من المنطق كده انا عايز هوائيات ايه؟ هوائيات استقبال؟ لا، عايز هوائيات ارسال. يبقى اذا هنلاقي ان موجود في القمر الصناعي بتاعي هوائيات ارسال، وليه ده؟ ليه؟ لاعاده بس المحطات او الترددات مره اخرى للايه؟ للارض، بس بمساحات زي ما احنا قلنا ايه؟ مساحات كبيره. تعالوا طب نشوف كده. تحتوي الأقمار الصناعية على هوائيات استقبال تستقبل الإشارات المرسلة من المحطة الأرضية وتقوم بتكبيرها، موجودة بالقمر الصناعي دي قلناها. طب نشوف بقى الجزء الثاني. مميزات الأقمار الصناعية،
عدم تقيدها بالتضاريس الجغرافية لسطح الأرض. ودي زي ما احنا قلنا دي كانت من أكبر المشاكل اللي واجهتنا في موجات المايكروويف. طيب عدم تقيدها ليه؟ لأن زي ما قلت لك احنا كان في موجات المايكروويف قال لك إن الشرط الرئيسي لموجات المايكروويف إن يكون في خط رؤية ما بين المرسل والمستقبل. فطبعا لو كان في جبال كان بيحصل مشكلة في خط الرؤية، لو كان في أبراج شاهقة زي ما موجود دلوقتي كان بيحصل مشكلة في خط الرؤية. يبقى عدم تقيدها بالتضاريس الجغرافية يبقى هي إيه؟ قدرت تتغلب على مشكلة وجود خط الرؤية في الموجات الإيه؟ المايكرويف. يبقى إذن دي عيب كان في موجات المايكرويف اتحول لميزة في الأقمار الصناعية. طيب تاني ميزة عندك اتساع منطقة التغطية، إن احنا قلنا إن هي بقيت مش مرتبطة بالدولة أو مش مرتبطة بالمحافظة أو مش مرتبطة بالمكان، لا ده أنت ممكن إن أنا بس الإشارة بتاعتي أو القناة بتاعتي لدول أخرى حواليا بواسطة القمر الصناعي. عدم تقيدها بالحدود السياسية للدول اللي هي عدم تقيدها بالحدود الجغرافية للدول، إن هي ما بقتش يعني مصر بس لمصر بس، لا ده أنا عندي القناة المصرية ممكن زي ما قلنا تبث في السعودية، تبث في الإمارات، تبث في أي مكان بواسطة القمر الصناعي بتاعي. يبقى إذن كده مميزات الأقمار الصناعية لازم نبقى فاهمين إن دايما زي ما قلنا إن العيوب اللي بتكون في الشيء اللي موجود قبل كده هي المميزات اللي بتدي نحطها في المنتج الجديد أو في الشيء الجديد. فإحنا لما كنا بنقول في الموجات المايكرويف إحنا في عيوب وهنبتدي نحلها، كنت بقول لكم عشان تجهزوا نفسكم لما يجي يقول لك إيه الفرق ما بين الأقمار الصناعية وما بين موجات المايكرويف، تبقى انت عارف ان عيوب موجات المايكرويف هي مميزات الاقمار الصناعيه هي الفرق. ابتدى يحل لي اول مشكله خط الرؤيه، تاني حاجه ابتدى يعمل لي اتساع للمنطقه التغطيه ان هي تغطي مكان ما الاول كنا بنقول بنغطي محافظات، لا ده احنا بنا بنغطي دول. عدم التقيد بالحدود السياسيه للدول ان انت خلاص زي ما قلت لك ان انت ممكن تبث، انت تتفرج على قناه اماراتيه جوه مصر، تتفرج على قناه سعوديه جوه مصر، اللي في السعوديه يتفرج على القناه المصريه وهو في السعوديه. فإذا دي من المميزات المهمة جدا للأقمار الصناعية، عدم تقيدها بالتضاريس الجغرافية لسطح الأرض، أيوة قول معايا، اتساع منطقة التغطية إن مساحة التغطية بقيت كبيرة جدا جدا، عدم تقيدها بالحدود السياسية للدول إن فعلا القنوات دلوقتي بقت تقدر تبث على نطاق من الدول عريض جدا. طيب احنا بالنسبة لنا المميزات ديت ابتدت إن هي تدينا إمكانيات أكتر لشغل الأقمار الصناعية. وبالنسبة للأقمار الصناعية، طب هل الأقمار الصناعية ملهاش عيوب؟ لا، أي شيء بيوجد بيبقى يكون ليه مميزات وليه عيوب. وزي ما في مميزات الأقمار الصناعية قدت تديها لنا، لكن للأسف برضو في عيوب للأقمار الصناعية. ومن أهم عيب للأقمار الصناعية هو مش عيب فني أكتر منه عيب مادي، إن تكلفة القمر الصناعي باهظة جدا، تكلفة القمر الصناعي باهظة جدا. يبقى أول عيب من عيوب الأقمار الصناعية هو إيه؟ إن تكلفة القمر الصناعي باهظة، عاوز تكلفة عالية جدا 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 جدا. طيب هل تكلفة التصنيع بس؟ قال لك لا، تكلفة النقل برضو عالية جدا 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 جدا. طب هل تكلفة النقل بس؟ قال لك لا، تكلفة التشغيل برضو بتاعته عالية جدا. طب لو إحنا كل الحاجات دي بيت عندنا باهظة وعالية ومكلفة، يبقى اذا المستخدم اللي بيستقبل الاشاره دوت هل هو هيبقى التكلفه عليه قليله منخفضه؟ لا، برضه بنلاقي ان التكلفه مرتفعه على المستخدم لتكنولوجيا الاقمار الصناعيه. ودي العيوب اللي موجوده في الاقمار الصناعيه، وتعالوا برضه نشوفها مع بعض ونراجعها، ويا ريت تكتبوا معايا الكلام دوت لان دوت هيجي لك على هيئه اسئله، اذكر مميزات وعيوب الاقمار الصناعيه. فزي ما احنا قلنا اول حاجه قلنا ايه؟ قلنا مكلفة جدا من ناحية التصنيع، بتتصنع بتتكلف مبالغ ضخمة، ولذلك مش أي دولة بتطلق قمر صناعي. والدول لما بتطلق أقمار صناعية، يعني احنا لما أطلقنا القمر الصناعي النايل سات واحد كان حاجة جامدة جدا وكان يعني شيء مميز جدا، مكلفة جدا من ناحية الإطلاق. طيب مكلفة جدا من ناحية الإطلاق، قال لك إن هنا مهم جدا لما تيجي تصنع القمر الصناعي يكون خفيف الوزن، لان تكلفه الاطلاق بتعتمد على الوزن بتاع القمر الصناعي نفسه، فلازم يكون من ناحيه الاطلاق مش هو صاروخ بيطلقه خلاص، لا الصاروخ ده بيطلق حاجه بالوزن. فلو انا بصنع القمر الصناعي بتاعي بتكنولوجيا قديمه هو فجأة ان انا محتاج ايه؟ محتاج ان يكون عندي وزنه تقيل، فدوت هيكلفني جامد جدا في عمليه الاطلاق. طيب ايه تاني؟
من الصعب توفير أنشطة الإصلاح في حالة حدوث أي مشكلة. ليه طبعا؟ لأن طبعا القمر الصناعي بيكون خارج المجال الجوي، فصعب جدا هبعت له فنيين يعملوا له عملية إصلاح، فطبعا دي مشكلة جدا جدا جدا. ولذلك القمر الصناعي بيكون معمول بإيه؟ بدقة عالية جدا جدا، ولكن وارد أن يحصل مشاكل في أي حاجة إلكترونية زي ما احنا عارفين. فإذا من الصعب توفير أنشطة الإصلاح، يبقى إذا ده عيب من عيوب الأقمار الصناعية. طيب في عيوب تاني؟ اللي احنا لسه قلناه، ارتفاع التكلفة على المستخدم. المستخدم بتاعنا دلوقتي التكلفة عليها تزيد، ما انا دلوقتي في الاخر ان النتيجة بتوصل للمستخدم. لما انا يكون عندي شراء القمر الصناعي مكلف جدا، وعندي ان انا هنقله للفضاء مكلف جدا، وعندي ان مصاريف تشغيله مكلفة جدا، يبقى اذا ارتفاع التكلفة على المين؟ على المستخدم. طيب نتكلم بقى على مدارات الأقمار الصناعية. احنا اتكلمنا على مميزات القمر الصناعي، وقلنا ان مميزات القمر الصناعي ان هو ما بقيش بيعترف بتضاريس الجغرافية، ما بقيش يعترف بالحدود الجغرافية للدول، بقي ان تقدر تبث على نطاق واسع جدا جدا جدا. دوت المميزات. قلنا العيوب، ان التكلفة عالية جدا، ان التشغيل عالي جدا، ان النقل القمر الصناعي من الارض عشان احطه في المدار بتاعه عاليه جدا، تكلفه اصبحت على المستخدم نفسه مرتفعه جدا. طب ايه المدارات اللي بيشتغل عليها الاقمار الصناعيه؟ هنلاقي ان احنا عندنا ثلاث مدارات هنشوفهم دلوقتي مع بعض ونشتغل عليهم مع بعض. اول حاجه المدار المنخفض. المدار المنخفض دوت زي ما هتشوف في الصوره كده، هو اكثر استخداما وارتفاعا، يعني دايما يستخدم بكثره في انظمه البث الاذاعي والمرئي. يبقى هو ايه الاكثر استخداما؟ ليه؟ لان هو اكثر ارتفاعا ويستخدم في انظمه ايه؟ البث الاذاعي والمرئي والاقمار في هذه المدارات طبقه مسلطه بقعه واحده من الارض. يبقى المدار الجغرافي الثابت دوت هو المدار الاكثر استخداما وارتفاعا، ويستخدم بكثره في انظمه البث الاذاعي والمرئي والاقمار في هذه المدارات تبقى ايه؟ مسلطه على بقعه واحده، يعني هي محطوطه على جزء معين او على 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 محطه معينه فقط، ويبتدي يبث ليها فقط لا غير، مسلطه على بقعه واحده من الارض. ويتم وضعه بقى ايه؟ القمر على ارتفاع كام؟ 36,000 كيلو متر، 36,000 كيلو متر من سطح الارض. يبقى بيتم ارتفاع القمر في النطاق الجغرافي في 36 كيلو متر من سطح الارض. وعمودي على خط الاستواء، يبقى بارتفاع 36,000 كيلو متر وعمودي على خط الاستواء، ويدور بشكل متزامن مع دوران الايه؟ الارض. يعني هو بيدور مع نفس طريقه دوران الارض، بحيث هي دايما يفضل ثابت فوق تلك البقعه اللي هو بيبثلها الاشاره بتاعتها. طيب من الحاجات دي ممكن ما تنفعناش في نظام الاتصالات، ولذلك هتلاقي ان احنا ابتدينا ندخل على حاجه جديده اللي هو ايه؟ طب نشوف المميزات. مميزات المدار الجغرافي: بساطة نظام الاستقبال الأرضي وعدم حاجته لأجهزة التحكم معقدة لإبقائه على اتصال مع الأقمار الصناعية. يعني النظام بتاع المدار الجغرافي دوت بيبقى المحطة الأرضية بتاعته بسيطة جدا، وما بتحتاجش أجهزة تحكم عالية جدا أو معقدة للاتصال بالقمر الصناعي، ولكن هو بيبثلي لمحطة أو لنقطة واحدة بس في الأرض، ما يقدرش يبثلي لأكتر من مكان أو أكتر من جهة في نفس التوقيت. الارتفاع بتاعه مرتفع جدا عن فوق سطح الارض، بيصل لكام؟ 36,000 كيلو متر، 36,000 كيلو متر، ولازم يكون عمودي على ايه؟ على خط الاستواء. يبقى الارتفاع بيكون بارتفاع 36 كيلو متر ولازم يكون عمودي على خط الاستواء. وطبعا من مميزاته ان هو ايه؟ محطات بتاعته مش مكلفه، لان هي ما فيهاش وحدات تحكم معقده وما فيهاش اي حاجه، فدوت من المميزات بتاعته. ولكن لا يفي بالغرض اللي انا عايزه، ان انا عاوز مثلا وسائل اتصالات وعايز ان انا ابث في اكتر من مكان او في اكتر من اتجاه. وده خلانا ان احنا نخش على المدار اللي بعد ذلك. يمتد المدار بقى، المدار الجديد يمتد منين؟ من 5000 كيلو متر ل 12,000 كيلو متر عن سطح الارض. ده اسمه المدار الوسطى. المدار الوسطى دوت من 5000 كيلو متر الى 12,000 كيلو متر، اذا الارتفاع ابتدى ايه؟ يقل.
وتدور الاقمار الصناعيه فيها حول الارض، بيتدور حول الارض والارتفاع بتاعها 12، مستخدم في هذا في انظمه تحديد المواقع الايه؟ الجي بي اس. الجي بي اس يا جماعه زي ما احنا كلنا بنعرفينه دلوقتي اللي هو تحديد المواقع. يبقى اذا المدار الوسطى او المدار الاوسط بيستخدم في عمليات الايه؟ تحديد المواقع. تحديد المواقع والنطاق بتاعه من 5000، او الارتفاع بتاعه من 5000 كيلو متر ل 12000 كيلو متر، ويستخدم في تحديد في انظمه الايه؟ المواقع. يبقى اذا النطاق الاولاني اللي هو الجغرافي بيستخدم في ايه؟ في المحطات الاذاعيه، في المحطات الاذاعيه. النطاق الاوسط بيستخدم في انظمه الايه؟ الجي بي اس او تحديد المواقع، وطبعا كلنا عارفينها دلوقتي بكثره الموبايلات الموجوده. ده المدار الاوسط. ثالث مدار هنتكلم عنه هو المدار المنخفض. والمدار المنخفض دوت بيبقى قريب جدا من سطح الارض، قريب جدا من سطح الارض، ولكن من مميزاته ان انا اقدر ابث اكتر من نقطه في نفس التوقيت، واقدر يشتغل مع اكتر من محطه ارضيه في نفس الوقت، ودوت من مميزات المدار المنخفض. ولكن من عيوبه ان هو بيبقى قريب الى سطح الارض، زي ما احنا هنشوف دلوقتي المسافه ما بينه وما بين سطح الارض قليله جدا جدا جدا، من 500 كيلو متر ل 9000 كيلو ل 900 كيلو متر عن سطح الارض. طيب دوت برضو بيكون مخلي لي ان انا دايما بكون عرضه ان الاقمار ان المدار ده بيكون قريب جدا من سطح الارض، فممكن يحصل له عمليه ايه؟ عمليه تلف او فقد للاشاره اللي هو المدار المنخفض، وبيدور بسرعه عاليه جدا جدا لتجنب سقوطه على سطح الارض. يبقى ده من عيوبه ان هو بيدور بسرعه عاليه جدا جدا لتجنب سقوطه على ايه؟ على سطح الارض. وده بعد ده نظرا لايه؟ لقربه الشديد من ايه؟ من سطح الارض. ده نظرا لقربه الشديد من سطح الارض. يبقى احنا اتكلمنا عن مدارات الاقمار الصناعيه، عن المدار الجغرافي، وقلنا ان هو على ارتفاع 36000 كيلو متر، واتكلمنا عن المدار الاوسط وقلنا ان هو على ارتفاع 12000 كيلو متر، واتكلمنا عن المدار المنخفض وقلنا ان هو على ارتفاع 900 كيلو متر. شوفوا الفروقات كبيرة جدا 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 جدا. ولكن التردد المنخفض او المدار المنخفض، الخوف الوحيد منه او العيب الوحيد ان هو بيكون قريب جدا من سطح الارض، فممكن يعمل له يحصل له عملية ايه؟ اصطدام بسطح الارض، وطبعا ده يؤدي الى تلف الايه؟ القمر الصناعي. طيب تعالوا نشوف دلوقتي المدار المنخفض دوت مميزاته ايه؟ زي ما احنا قلنا نراجع عليها مع بعض كده، نشوف برضو في حاجة تانية موجودة ولا لا. قالك تستخرج الدورة الكاملة ما بين 90 دقيقة لعدة ساعات ان هو عشان يلف، وتوضع هذه الاقمار ضمن منظومة ينسق فيها بينها لضمان تغطية كامل مساحة سطح الارض. يبقى هو هنا بيعمل لي ايه؟ بيغطي لي كامل مساحة سطح الارض، والدورة بتاعته من 90 دقيقة لعدة ايه؟ لعدة ساعات. طيب احنا دلوقتي بالنسبة لنا هنبتدي نشتغل على المدار المنخفض، وطبعا قلنا ان المدار المنخفض استخداماته مشابهة جدا للمدار الاوسط، ولكن ابتدى كمان يستخدم في الايه؟ في الهواتف الخلوية، في الهاتف المحمول. ابتدى المدار المنخفض يستخدم في الهواتف الخلوية وفي نقل المعلومات، في الهواتف الخلوية وفي نقل المعلومات. وده ليه؟ نظرا لتغطيه لكامل مساحة الكرة الأرضية. يبقى نظرا لتغطية كامل مساحة الكرة الأرضية. يبقى المدار المنخفض أكتر حاجة بيستخدم فيها الاتصالات، أو بيستخدم في إيه؟ في الاتصالات الخلوية بدرجة كبيرة جدا لتغطيته كامل مساحة الكرة الأرضية. طيب تعالوا نشوف كده مميزاته إيه؟ طيب كده دي المدارات. المدارات بتاعتنا احنا اتكلمنا عليها واتكلمنا عن مميزاتها واتكلمنا عن عيوبها واتكلمنا عن الارتفاعات الموجودة فيها، المميزات والعيوب والارتفاعات. طيب انواع الاقمار الصناعية، ايه هي انواع الاقمار الصناعية اللي موجودة عندنا؟ الاقمار الصناعية اللي موجودة عندنا طبعا احنا عارفين طبعا ان الاقمار الصناعية بتاعتنا اشهر حاجة طبعا النايل سات بتاعنا، ودوت احنا عارفينه وعارفين نتكلم عليه، وتاني حاجة عندنا العرب سات، وعندنا الهوت بيرد. انواع الاقمار الصناعيه دي بتتحدد، بتكون ليها مسار خارجي ويتحدد عندها عمليه البث بتاعها، ولازم نبقى عارفين
ان القمر الصناعي لعمر افتراضي لا يزيد عن 20 سنة. العمر الافتراضي للقمر الصناعي لا يزيد عن 20 سنة، وبعد كده لازم نعيد بس قمر صناعي جديد للاستخدام بتاعه. طب الاقمار الصناعية هل هي بتستخدم في التلفزيون او في النقل الاذاعي فقط؟ لا، الاقمار الصناعية عندنا انواع كتيرة جدا من الاقمار الصناعية، زي الاقمار الصناعية للعمليات العسكرية، الاقمار الصناعية للملاحة، الاقمار الصناعية للطب، زي ما احنا هنشوف دلوقتي انواع الاقمار الصناعية من حيث الاستخدام. احنا الاقمار الصناعية تعالوا نشوف كده. اول حاجة لازم نبقى عارفين ان الاقمار الصناعية تستخدم لإعادة تقويت وارسال القنوات الهاتفية والتلفزيونية. يعني دايما القمر الصناعي يا جماعة قلنا دايما ان هو حل لتقوية الاشارة او وصول الاشارة لاماكن ابعد بكتير جدا من الاماكن اللي احنا عايزينها. فعشان كده هو اول حاجة بيعمل عملية ايه؟ عملية تقوية للارسال. زي ما احنا كده ما اتكلمنا في التعريف بتاعه، قلنا ان هو ايه؟ بياخد الاشارة وبعد كده يكبرها عن طريق مكبرات داخلية، وبعد كده يعمل لها عدد بس عن طريق هوايات ايه؟ ارسال. طب الشكل دوت زي ما انتم عارفينه هو ده اشهر شكل بالنسبة لنا، دي وحدة ارسال ودي وحدة استقبال. وطبعا كلنا عارفين وحدة الاستقبال، لان مفيش بيت دلوقتي بيخلو من وحدة الاستقبال الموجودة عندنا. وحدة الاستقبال دي وحدة استقبال قمر صناعي زي ما انتم عارفين. طيب اقمار الاتصالات، اقمار الاتصالات بتاعتنا تحتوي على جهاز محول التردد، وهو جهاز يقوم بايه؟ باستقبال القنوات على تردد معين، ومن ثم تقويتها وإعادة ارسالها الى الارض على تردد اخر. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا ببتدي ابث من المحطة الارضية بتاعتي التردد بتاعي للقمر الصناعي، والقمر الصناعي يبتدي ياخد التردد اللي هو تم بس ويعمل له عملية ايه؟ عملية تقوية وإعادة تحويله لبثه على نطاق كبير جدا من ايه؟ من المساحة بتاعتي، وعلى تردد اخر. يعني التردد اللي بيبث بيه القمر الصناعي ده بيبقى تردد مشفر، تردد رقمي زي ما احنا هنعرف بعد كده، بيبتدي يبثلي عليه المحطات او القنوات بتاعتي. ولو انتوا لاحظتوا ان القنوات بتاعتنا بتكون على مش يعني التردد الواحد مش لكل قناة تردد. يعني انت لو لاحظت لما بتيجي تحط تردد مثلا تلاقي ان التردد نزل لك ايه؟ مجموعة من القنوات التلفزيونية او مجموعة من المحطات الاذاعية. طيب ايه اللي بيحصل في القمر الصناعي عشان يعمل الكلام دوت؟ قال لك ان هو بيحط كل القنوات دي على حزمة واحدة، ولكن كل محطة او كل قناة بيكون ليها شفرة خاصة بيها، ليها كود خاص بيه، بيبتدي يعرفوا مين؟ يعرفوا وحدة الاستقبال اللي هي موجودة عندنا، او اللي احنا بنطلق عليها وحدة الايه؟ الريسيفر. وحدة الريسيفر او وحدة الاستقبال هي اللي بتبتدي تعرف المحطة دي من المحطة دي اللي هي على حزمة التردد الواحد. يعني هنا لما نيجي نقول مثلا التردد بتاعنا 11400 وكذا 420، اما اجي احطه واحط وابتدي اعمل سيرش ما بلاقيش محطة واحدة نزلت، بلاقي مجموعة من المحطات، ولو في كمان مجموعة من القنوات ومجموعة من محطات الراديو. يعني انت لو تلاحظ هتلاقي ان هو عامل لك جزء المحطات الراديو وجزء المحطات التلفزيونية. طب ما انت تقول لي يا مستر ده تردد واحد، ازاي ان اصلا بيعلي كذا قناة؟ قلنا لك ان دي فكرة او تكنولوجيا الاقمار الصناعية، ان هو بيحط لي مجموعة من القنوات والمحطات على نفس الموجة الحاملة بتاعتي، ولكن كل محطة ليها كود او ليها رقم تعريفي خاص بيها، هو ده اللي من خلاله لما توصل الاشارة ديت للريسيفر بتاعي اللي هو المستقبل بتاعي يبتدي يفكها، فيبتدي يعرف ان القناة دي قناة كذا ودي قناة كذا ودي قناة كذا. فدوت زي ما احنا بنقول. طيب تعالوا نشوف بقى الفكرة كمان بتتم ازاي. طبعا زي ما قلنا ان امثلة الاقمار الصناعية العرب سات والنايل سات والهوت بيرد والتيل سات والانتل سات. طبعا اشهر حاجة عندنا العرب سات والنايل سات والهوت بيرد. طيب المجموعة دي وهي مجموعة من الاقمار تستخدم لتأمين خدمة الاتصالات المتنقلة مثل بقى ايه؟ انظمة الهاتف، الا انها تغطي كامل مساحة الكرة الارضية. يعني انت بتلاقي ان دايما يقول لك ان في ايه؟ في هاتف خلوي بالقمر الصناعي. هاتف خلوي بالقمر الصناعي ده دايما بيبقى عابر للدول. يعني انت مثلا لو انت شغال على الفودافون او شغال على لو انت شغال على اي شبكة اتصالات عندنا، اي شبكة من الشبكات دي لو حضرتك اتنقلت من جمهورية مصر العربية لاي دولة اخرى
ما بتعملش ما بتشتغلش. ولكن لو الهاتف الخلوي بتاعك دوت متصل بالاقمار الصناعيه ودوت بيكون هواتف مكلفه جدا وغاليه جدا، دوت بيقدر يشتغل على كامل مساحه الكره الارضيه، لان دايما الاقمار الصناعيه دي بتغطي ايه كامل مساحه الكره الارضيه. طيب من الكلام دوت برضو نقدر نعرف ان الاقمار الصناعيه اللي عندنا لا تستخدم في نقل القنوات التلفزيونيه ونقل القنوات المحطات الاذاعيه فقط زي ما احنا عارفين، لا ده احنا كمان بتستخدم في الاتصالات، بتستخدم في الاتصالات انها تقدر تنقل لي الاتصالات بدرجه وجوده عاليه جدا. ودوت من اهم برضو استخدامات الاقمار الصناعيه، ان هي ساعدتني ان انا اقدر اطور في الاتصالات بطريقه كبيره جدا جدا جدا، واقدر ان انا اغطي مساحات شاسعه جامده جدا، وما اقدرش ومش محتاج ان انا اعمل بنيه تحتيه مكلفه جدا زي زمان ان انا مد زي ما احنا قلنا الكابلات او الكلام ده، لان كله من خلال القمر الصناعي بتاعي. طيب تعالوا نشوف ايه انواع الاقمار الصناعيه المستخدمه في الحياه بقى عندنا عامه، غير النوع الدارج بتاعنا اللي هو القمر الصناعي اللي احنا عارفين ان احنا بنستقبل منه التلفزيون وبنستقبل المحطات القنوات التلفزيونيه والمحطات الاذاعيه. أقمار الأرصاد الجوية. أقمار الأرصاد الجوية ديت من أهم الأقمار طبعا اللي احنا دلوقتي ابتدينا نتعامل معاها، أقمار الأرصاد الجوية. أقمار الأرصاد الجوية ديت اللي بتقدر تحدد لي الجو بتاعي عامل ايه. ولو احنا لاحظنا دلوقتي فعلا ان احنا ابتدى فعلا يكون التنبؤ بحالة الجو بأعلى دقة جدا 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 من زمان. يعني زمان ممكن كان يقول لك الجو هيمطر، تصحى تقول ليه ما يمطرش؟ الجو بارد، لا، لكن دلوقتي انت ملاحظ ان يقول لك ان في منخفض جوي هيدخل علينا وهيحصل ان بكره توقع سقوط امطار او سقوط امطار بكثافه، فعلا نلاقي ان فعلا بكره حصل فيه الكلام دوت. طب دوت كان سببه ايه؟ سببه ان بقي في اقمار صناعيه للارصاد الجويه، فابتدت ان هي تقدر تشوف لي وتحدد لي المنخفضات الجويه وحاله الجو بدقة عالية جدا، تقدر تخلي لي ان انا احدد الجو على مدار 3 ايام او 4 ايام جايين اتوقع هو هيتم فيه ايه. ولو احنا لاحظنا في الايام اللي فاتت فعلا ان ده كان موجود، ان احنا بيقولوا ان في موجة مثلا باردة لمدة 3 ايام، فعلا الموجة بتقعد 3 ايام وبعد كده تختفي. فدوت اذا ده دقة عالية جدا قدرت ان الاقمار الصناعية تضيفها للارصاد الجوية، يعني دي ميزة ما كانتش هتكون موجوده لو ما كانش في الاقمار الصناعيه الخاصه بالارصاد الجويه. فده برضو مميزات الاقمار الصناعيه. لازم ان انتوا يا جماعه تبقوا فاهمين ان الاقمار الصناعيه ديت مش معموله للمحطات للقنوات والمحطات التلفزيونيه فقط لا غير، لا ده جزء من استخدامها. احنا عندنا في الاستخدامات بتاعتنا في الالكترونيات متسعه جامد جدا ومنتشره جامد جدا، لكن دايما احنا بنعرف الجزء الايه العام اللي احنا بنستخدمه. ولكن هل هي لها استخدامات اخرى؟ اه طبعا، والا ما كانش القمر الصناعي ده يكون ليه اهميه قصوى، وزي ما هنشوف بعد كده كمان في 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 الحياه في الجزء العسكري والجزء الامني والكلام ده كله، لا ليه اهميه في العمليه في الارصاد الجويه، ليه اهميه جامده جدا، واحنا ابتدينا نشعر بيها احنا كمواطنين عاديين او كناس عاديه. لما يبتدي يقول لك خلي بالك انت الفتره الجايه دي حر جدا، فتبتدي تعمل حسابك. خلي بالك ان الفتره الجايه دي في امطار غزيره جدا، فتبتدي تعمل حسابك، تاجل سفرك، تظبط مواعيدك. فابتدى يفرق جامد جدا ان الناس ما تفاجئش بوضع الحاله الجويه في وقت تاني. طب تعالوا نشوف كده بقى فكرتها بتمشي ازاي، فكره الاقمار الصناعيه في الارصاد الجويه بتتم ازاي زي ما احنا هنقول دلوقتي. قال لك وهي اقمار تساعد على التنبؤ الطقس ومراقبه العاصفه والتغيرات المناخيه، وذلك عبر التقاط ايه صور للارض، صور للارض وطبقات الجو، وارسال هذه الصور الى الايه الارض. يعني هو بيصور الارض كلها ويبتدي يبعت الكلام دوت للمحطه الارصاد الجويه اللي موجوده المحطه الارضيه، ويبتدي يتنبا بقى، يشوف بقى ده في منخفض جو جاي لي من اوروبا، ده في منخفض جو جاي لي من اسيا، ده في منخفض جو جاي لي من افريقيا، ويبتدي يتعامل على هذا الاساس. فدوت بيخليني ان انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر ان انا اعرف حاله الجو بتاعتي هتتم ازاي؟
يعني الجو بتاعي بكره هيتم ايه. ولذلك زي ما قلنا ان بيبقى في دقه في التنبؤات بالارصاد الجويه او بالحاله الجويه نظرا لالتقاط الصور دي. الصور دي بتحدد لي المنخفضات الجويه بدقه عاليه جدا، بدقه عاليه جدا، وبتراقب كل حاجه عاليه جدا. وطبعا الاقمار الصناعيه هل هي بتلتزم بيه زي ما احنا قلنا الجزء الخاص بالمحطات التلفزيونيه والقنوات التلفزيونيه والاقمار الصناعيه؟ لا، ده في اقمار صناعيه علميه، اقمار صناعيه علميه. والاقمار الصناعيه العلميه دي من اهم الاقمار اللي بتستخدم في معرفه الفضاء الخارجي ومعرفه التربه. يعني احنا زمان كنا نقول ان القمر الصناعي العلمي مثلا ان هو دايما على الاكتشافات الخارجيه، ان الناس تبتدي تشوف سطح المريخ التغيرات اللي بتحصل فيه، تبتدي تشوف الكواكب الاخرى والتغيرات اللي بتتم فيها. لكن طلع ان الاقمار الصناعيه العلميه لا، ده ليه وضع تاني، ان هو ممكن يعمل لك مسح للارض بتاعتك ويقول لك ان الارض ديت في الجزء دوت فيه ابار جوفيه، في الجزء دوت في مياه تقدر تستخدمها لفتره قد ايه، ويحدد لك الكميات، ويحدد زي ما احنا عملنا في الجزء بتاع شرق العوينات ومنخفض القطاره دوت. لما ابتدى نعمل تصوير بواسطه الاقمار الصناعيه ابتدى يحصل ايه؟ ان احنا نقول ده الجزء ده نقدر ان احنا نطلع منه مياه جوفيه لمده 30 سنه قدام ولمده 50 سنه قدام. الكلام دوت ما كانش هيقدر يكون موجود لو ما كانش فيه الاقمار الصناعيه العلميه. وابتدت تفيد الناس بتوع الفضاء طبعا، استفادوا من الكلام ده بدرجه كبيره جدا في الابحاث، لانه ابتدى يشوف التغيرات الارضيه ويبتدي يعمل تصوير دقيق ولحظه بلحظه لكل تغير بيحصل على سطح الارض. ابتدى يتابع سطح المريخ ويشوف التغيرات اللي بتحصل فيه. ولسه احنا قريب جدا يمكن سامعين على مكوك الفضاء اللي لسه واصل، او القمر الصناعي اللي لسه واصل لتتبع حالة المريخ ويشوف هل هو كان فيه حياة سابقة ولا لا. كل دوت لولا تكنولوجيا الأقمار الصناعية ما كانش كل الكلام ده توجد على سطح الأرض. إذن الأقمار الصناعية بتاخدنا متدرجة مش للترفيه فقط. الترفيه ده هو أكتر حاجة نعرفها لأن هو ده اللي احنا بنلمسه في حياتنا العادية، ولكن لو ابتديت تتكلم مع الخبراء هتلاقي الناس العلماء يقول لك دي الاقمار الصناعيه فادتنا جاي كويس جدا جدا جدا، خصوصا علماء الجيولوجيا مثلا. لو ابتديت تكلمهم على الجزء زي ما بقول لك اللي هو منخفض القطاره والكلام ده، هيقول لك ان التصوير بالاقمار الصناعيه ادانا ادله وادانا مميزات ما كانتش موجوده قبل كده، فدوت قدر يحققه لنا. طب هل هو يقتصر على الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم اللي هو الاذاعه والتلفزيون، وان هو بيتكلم على التنبؤ بالارصاد الجويه، وان هو بيستخدم في الابحاث العلميه؟ طبعا لا. هنلاقي ان احنا عندنا جزء تاني للاقمار الصناعيه بيتكلم عن ايه؟ عن العمليات العسكريه او على الانظمه العسكريه، ودوت طبعا من اخطر الانظمه ومن اهم الانظمه الموجوده، لان دوت برضو بيعمل لي عمليه جامده جدا جدا جدا، ان هو بيساعد على الاتصالات ما بين يعني كان اهم حاجه يقول لك عشان تقدر ان انت تتغلب على جيش هو قطع الامدادات، لا قطع الاتصالات. الاتصالات بقت اقوى من الامداد، لان الاتصالات لو انا ما قدرتش اوفر وسيله اتصالات ما بين المحاور الموجوده عندي وبعضها اذا ما حدش هيعرف ايه اللي بيتم. ولكن بالاتصالات الحديثه ابتديت اربط كل بتاعتي. ولذلك الاقمار الصناعيه في الاستخدامات العسكريه من اهم الانواع الموجوده. هو تقريبا كل الانواع مهمه، ولكن كلها مهمه في حاجتها بتدي له حاجه كانت فيها مشكله. يعني كان زمان لما يحصل اي حرب اول حاجه العدو يركز عليها هو ضرب الايه؟ وسائل الاتصال. ولو طالما ضرب لك المحطات الارضيه وسائل الاتصال الارضيه اذا انت ما تقدرش تتواصل ما بين افرع الجيش وبعضها. الاقمار الصناعيه العسكريه حلت له الازمه دي وخلت لك ان انت لا انت تقدر تتعامل وتتواصل ما بين الافرع وبعضها بدون ما يقدر العدو ان هو يضرب لك القمر الصناعي، لان القمر الصناعي بتاعك في مدار خارجي خارج الارض خالص ما يقدرش يتعامل معاه خالص. فاذا في المجال العسكري ابتدت الاقمار الصناعيه تفيدنا جدا جدا جدا، ان هي ابتدت تساعد على تامين ناحيه الاتصالات ونقل المعلومات والبيانات بين الافرع وبعضها. خلي بالكم من حاجه، مع اختلاف المساحه مع اختلاف المكان. يعني انا دلوقتي انا عندي مثلا السويس، عندي سينا، عندي القياده، عندي هنا القاهره، عندي ممكن القياده جوه القاهره تتكلم وتظبط الكلام وتظبط لي الدنيا وتتصل مع
الجهات الاخرى عن طريق الاقمار الصناعيه بدون اي مشاكل خالص جدا جدا جدا، في حين ان الاول كان لازم انقل عبر محطات ومحطات تقويه، ولو لا قدر الله في جبال، وطبعا احنا عارفين ان كل العمليات العسكريه بتكون داخل الجبال وداخل تضاريس صعبه جدا جدا جدا، بيكون فيها عوائق كتير جدا جدا لعمليه الاتصالات. فاذا الاقمار الصناعيه في هذه الحاله حلت لي ازمه كبيره جدا جدا في الاتصالات العسكريه. طيب هل الاقمار الصناعيه توقفت على ده؟ قال لي لا. ابتدت كمان اقمار الصناعيه الخاصه بالملاحه، والملاحه زي ما احنا قلنا هي ليست الملاحه الجويه، ولكن الملاحه الجويه والملاحه البحريه والملاحه البريه. زي ما احنا قلنا كده، ايه، انت دلوقتي عندك مشكله او عندك ازمه، الطيار عنده مشكله ان هو مش عارف يحدد مقر الهبوط، او عنده مشاكل عوامل جويه، الاقمار الصناعيه في الملاحه ابتدت تقدر تخلي الراجل او برج المراقبه اللي موجود في المطارات او موجود في الموانئ يساعد الحاجات دي ويحدد اماكنها بدقه عاليه جدا، ويقدر يساعده يتحرك ازاي ويتعامل ازاي لغايه لما يوصله بسلام. يبقى استخدام الاقمار الصناعيه في الملاحه دوت فادنا جدا 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 في انه قلل من الحوادث اللي كانت موجوده في الطائرات وفي المراكب. ابتدى يقلل الكلام ده لان الاستغاثه عن طريق الاقمار الصناعيه بتوصل بسرعه جدا جدا، غير الاول الاتصالات العاديه كانت ممكن يحصل فيها مشاكل، يحصل فيها اعطال، لو في زي ما قلنا احوال جويه سيئه كان بيحصل مشاكل جامده جدا جدا فيها. فدوت طبعا حلته الاقمار الصناعيه في الملاحه. طيب هل الاقمار الصناعيه بتاعتي، اتكلمنا دلوقتي عن كام نوع؟ اتكلمنا عن اربع انواع. قلنا الاقمار الصناعيه الاساسيه اللي هي في استقبال القنوات التلفزيونيه والمحطات الاذاعيه. اتكلمنا عن استخدام الاقمار الصناعيه في الارصاد الجويه، وقلنا ازاي ان هي فادتنا جدا 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 في الارصاد الجويه. اتكلمنا عن الاقمار الصناعيه في الاستخدام العسكري، واتكلمنا ان ازاي ان هي ابتدت تفيدنا جدا 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 فيه، واتكلمنا عن الاقمار الصناعيه في الاستخدام العلمي او الاقمار العلميه زي ما احنا بنطلق عليها، وفادتنا ازاي وفادت العلماء ازاي في تحديد حاجات كانت ما كانش يعرفوها قبل كده وما كانش يقدر نحددها قبل كده، نظرا لايه، ان تكنولوجيا الاقمار الصناعيه بتجيب لي صور دقيقه جدا 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 وعاليه جدا وتضاريس عاليه جدا 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 جدا. واتكلمنا عن الاقمار الصناعيه في عمليه الملاحه او في عمليه الملاحه دي، قلنا اللي هو سواء بقى الطيران سواء البحريه العمليات البحريه، كله دوت بيكون بيفيدني جامد جدا جدا جدا. طيب الاقمار الصناعيه ديت، تعالوا بقى نشوف كده الكلام مكتوب ازاي عن الاقمار الصناعيه في الجزء العسكري. تعالوا كده نبص مع بعض. قال لك هي اقمار سريه الطابع، طبعا اي حاجه عسكريه دي حاجه سريه جدا جدا جدا، بتحتوي على تكنولوجيا متطوره وتقوم بتقويته بس الايه، بص زي ما احنا قلنا، الاتصالات العسكريه المشفره والتجسس ومراقبه التحركات العسكريه وانظمه الانذار المبكر. يعني من خلالها اقدر ان انا اعمل عمليه البث بتاعي، وحط تحت كلمه مشفره دي كام 10 خطوط، لان الاتصالات العسكريه ما ينفعش تكون اتصالات مفتوحه يقدر سهل اختراقها، ولذلك بتكون ايه، مشفره. واقدر ان انا اراقب التحركات العسكريه بتاعتي على الارض، اشوف الحركات ماشيه ازاي سواء بتاعتي او سواء للعدو، وانظمه الانذار المبكر ان هي تعمل لي عمليات انذار مبكر من اي اختراق او من اي ايه حاجه ممكن تحصل لها اي شيء. طيب اتكلمنا عن، تعالوا بقى نتكلم عن الوحدات الاساسيه في الاقمار الصناعيه. وحدة الاتصالات والهوايات، وتستخدم في الاتصال مع أنظمة التحكم الأرضية وإرسال معلومات عن حالة القمر. طبعا كل الحاجات دي بتتم أوتوماتيكيا زي ما احنا عارفين، عشان زي ما احنا قلنا مفيش وحدة موجودة مع القمر، يعني مفيش ناس بيبقوا شغالين مع القمر، لا، الوحدة بيكون من تحت، الوحدة الأرضية. فدي بتبتدي تبعت لها معلومات عن حالة القمر، ايه وضعه، البطارية بتاعته شغالة تمام، الدوائر الالكترونية شغالة تمام، المحطة الهوائيات الارسال شغالة كويس، هوائيات الاستقبال شغالة كويس، كله دوت بيتبعت للمحطة الايه، للمحطة الارضية. والمحطة الارضية ممكن ان هي كمان تتحكم في الكلام ده، لان هي ممكن تغير برمجة القمر الصناعي، يعني بعد ما يطلع هي ممكن تتحكم فيه وفي تغيير البرمجة بتاعته عن طريق المحطة الأرضية. طيب وحدة الحاسب الآلي،
تقوم بالتحكم والمراقبة لمختلف أنظمة القمر الصناعي. وحدة الحاسب الآلي اللي فين؟ اللي في المحطة الأرضية، بتقوم بإيه؟ بالتحكم والمراقبة لمختلف أنظمة القمر الصناعي. وده ليه؟ للحفاظ على موقع ومسار القمر وتوجيه الهوائيات نحو الموقع المطلوب. يبقى دايما هي بتحافظ على ايه؟ اكتب معايا كده، على موقع ومسار القمر وتوجيه الهوائيات نحو الموقع المطلوب. دي اسمها وحدة الايه؟ وحدة الحاسب الآلي. طيب نظام التوجيه بتاعنا دوت اللي هو احنا قلنا بتعمل عن طريق الحاسب الآلي للحفاظ على موقع ومسار الايه؟ القمر الصناعي، ويتم بواسطة الآتي. تعالوا بقى نشوف المحطة الأرضية بتاعتنا بتعمل ايه. أول حاجة محطات الإرسال والاستقبال، تاني حاجة محطات التحكم. اكتب معايا الحاجات دي عشان هنتكلم عنها دلوقتي. محطات الإرسال والاستقبال، المحطات دي طبعا اللي هي بتستخدم في ايه؟ في أنظمة الاتصالات الهاتفية والتلفزيونية. يبقى محطات الإرسال والاستقبال تستخدم في أنظمة الاتصالات الايه؟ الهاتفية والتلفزيونية. محطات الإرسال والاستقبال، محطات للاستقبال فقط مثل أنظمة الاتصال التلفزيوني المنزلي، والتي تكون من وحدة ايه؟ خارجية وداخلية. يبقى محطات الإرسال والاستقبال هي محطات ايه؟ تستخدم للاستقبال فقط مثل أنظمة الاستقبال الايه؟ التلفزيوني المنزلي. وديت اللي احنا تقريبا اكتر حاجة احنا عارفينها وهي مشهورة بالنسبة لنا، اللي هو احنا بنقول عليه الريسيفر. ووحدة الاستقبال الداخلية بتاعتنا دي او المنزلية هي عبارة عن تعتبر محطة أرضية مصغرة، بس مش ايه؟ مش بالتجهيزات بتاعت المحطات الأرضية بتاعت القنوات الفضائية والكلام ده. ولكن هي في النهايه بتستقبل منين؟ هل هي بتستقبل محطه ارضيه؟ لا، لما بيجي الراجل عندك يظبط لك القمر، شوف بيقول لك ايه؟ يظبط القمر. اذا هو بيوجه الطبق بتاعه لفين؟ للقمر الصناعي. وطبعا بيبقى عندك في وحده الاستقبال الداخليه اللي هي المنزليه ديت مقسمه لجزئين، الطبق اللي بيكون موجود باعلى المنزل ودوت اللي انا بكون موجهه على القمر الصناعي بتاعي، وجهاز المستقبل اللي بيبقى عندك. انت شايفهم طبعا جهازين بساط جدا جدا جدا، ولكن لو انت ابتدينا نتكلم عليهم ونبتدي نشوف اللي بيحصل فيهم هتحس بمدى التعقيدات ومدى التكنولوجيا اللي بتحصل. زي ما احنا قلنا، ازاي ان انا تردد واحد دوت يجيب لي 5-6 قنوات تلفزيونية وثلاث اربع محطات اذاعية، وازاي ان الاشارة دي بتوصل للطبق وبعد كده توصل من الطبق تعدي للريسيفر تحت. فالكلام ده كله مش بسيط، الكلام دوت ليه مراحل ومراحل متعددة جدا، ومراحل هتلاقي ان احنا بنبتدي نتكلم فيها باسهاب كبير جدا جدا. والال ان بي اللي احنا بنقولها بسهولة دي، ال ان بي دي وظيفتها ايه؟ دي ليها وظيفة محورية، وظيفة قوية جدا جدا جدا. الطبق ده هل هو من انواع ايه؟ هواء البوك ولا هواء الطبق ولا هواء كيسنجر زي ما احنا قلنا؟ برضو دوت هنتكلم عليه، بس انتوا اكيد عارفينه ان هو من نوع ايه، وان شاء الله في التعليقات هنعرف ان انتوا هتقولوا لنا ان هو من نوع ايه. وطريقه ضبط الطبق نفسه، هل دي بتتحط كده وخلاص ولا لا؟ لا طبعا، بيكون ليها زاويه وليها طريقه وليها نظام، لو خالفت عنه اي حاجه ما بينفعش خالص خالص. طب الريسيفر اللي تحت، الريسيفر اللي تحت دوت بيكون بقى قصه تانية خالص، هو اللي بياخد الاشاره بتاعت القمر ويبتدي يتعامل معاها. وان شاء الله الكلام ده كله انا قلت لكم كده تشويق ليه، وعايزكم تبحثوا عنه وتعرفوه وتبتدوا تشوفوا لي قصه الريسيفر او المحطه الارضيه المنزليه دي بتشتغل ازاي. وان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله نبتدي نتكلم عن محطه منزليه ارضيه وكيفيه استقبالها قنوات او الترددات من الاقمار الصناعيه. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.